للاسف اغلبيتنا كيتسنى يوصل لدرجه البينر اللي كتخلع باش ياخذ القرار. قطع التدخين اخويا غير خليني هو حتى يجي الدكتور ويشوف لي في عينيه ويقول لي انت عندك اسبوع اللي باقي غادي تعيش. ضروري نتسنى لدرجه قبل ما توصل للزواج بين شخصين او علاقه بين شخصين او علاقتك برب العمل او علاقتك مع اي واحد او علاقتك بالله لدرجه انك انت صافي ساليتي باش تاخذ القرار. خذ دابا وانت قادر، خذ دابا وانت واقف على رجليك. تحياتي.